اهلا بيكم فيديو جديد، واخيرا وبعد طول انتظار ابديت لوست لاند سيرفايفر. بقينا في النسخه 1.6.0. الابديت الجديد المره دي اسمه حمى الذهب جولد رش، تمام؟ وبيتكلموا ان هي دي البدايه بس، وبيعرفونا بحبه شخصيات جديده هتبتدي تظهر معانا في اللعبه وحاجات جديده هيزودوها. نبدأ أول حاجة بإن هو بيزودوا مواد جديدة، منها المطاط ومنها القطع الصناعية، ودي بتبقى مع آدم ده بقى حد جديد بيقف مع التاجر. ويقولوا كمان إن هو بيبيع أنابيب جديدة فيها أسلحة جديدة، وده شيء كويس إن هو هيبتدي يدخله أسلحة أجدد. ده آدم أهو، ودي الأنواع الحاجات اللي معاه، والمفروض ان هي هتستخدم في صناعة الاسلحة الجديدة لما نلاقيها من جوه الحاجة. طبعا احنا بنشتريها منه بذهب، ودي يمكن الاسلحة اشكال الاسلحة، الثمان اسلحة اللي نزلوا جداد. وكاتبين كمان حبة معلومات عن الاسلحة الجديدة، يمكن اشكالهم حلوة جدا، وينشستر موديل وام 1980 وروس رايفل وكولت وارمي سبير وبولس سبير وارمي نايف وبولو، تمام؟ دي اسامي الاسلحه وحبه معلومات عنها كده مع صورهم. احنا مش عارفين مين فيهم ايه، يعني كولت ده بيتهيألي المسدس اللي تحت، دول الاربعه اللي تحت الصبر والنايف والحاجات دي، انما البنادق احنا ما نعرفهمش. بيزودوا كمان لبس جديد. اللبس الجديد يمكن لبس مقوى، ولبس معمول من المطاط، الحاجات المواد الجديدة اللي احنا هناخدها. زي ما شايفين ده انواع اللبس اهو، اللي على اليمين واللي على الشمال بيتهيألي، والبنادق كمان. بيقدموا لنا كمان شزرات الذهب، تمام، من التاجر. التاجر موجود جوه المدينة وبيبيع الذهب، ويمكن ده مكانه لما نخش من المدينة، نخش بعد الصالون يمين مع التجار اللي بيبقوا واقفين. هو بقى واقف ومعاه اتنين حراس زي ما احنا شايفينهم كده، اسمه كارماك، تمام. ده مكانه اهو على الخريطة. ولكن بيقولوا معلومة مهمة جدا، بيقولوا ان كارماك مش هيفضل هو الوحيد اللي بيدور على الذهب، واكيد هيبقى فيه ناس تانية بتدور على شزرات الذهب دي او قطع الذهب دي، وان الموضوع مش هيعدي بدون دم. بيزودوا كمان حاجه في الجرافيك، تمام، بقت هاي، بقت الترا، وبقى في حاجه اسمها اف في اس. دي هما بيتكلموا ان هي تستخدم على الاجهزه القويه، تمام، وان احنا لازم نشغل الاتنين مع بعض عشان نستمتع بجرافيك اعلى. يمكن اللعبه الجرافيك بتاعها كويس، يمكن في ناس بتقلله شويه لو اجهزتها قديمه. زودوا مكان كمان اسمه فلودد بلاتو. المكان ده بقى مكان غابة قايكب العادية، ده صورة من المكان كده. القايكب اتشالت خالص ودي اتحطت مكانها، وان هم زودوا قصص او مهمات اللي هي المهمات الصغيرة اللي بتبقى في المواقع. ولكن هم ما قالوش هم ايه، هم قالوا لنا يعني مين هنشوف مين اللي هيوصل لهم الاول ويقولهم. ودي لقطة برضو من الماب الجديدة او الخريطة الجديدة من مع الهنود. زودوا كمان الصندوق رقم 12، هو احنا كانوا 10، كان اول من ما فيش عدد، بعد كده وصلوا بقى خلوهم 10، بعدين بقوا 11، ودلوقتي بقوا 12. فكمان زودوا المستوى بقى 106. بعد الحاجات التانية اللي زودوها، كانوا بيتكلموا عن ان الانابيب وقت ما بتيجي تفتحها بيبقى الخبرة اللي بتاخدها واحدة عند كل الناس، فقالوا لا، ان هما هيزودوها بالنسبة للناس المستويات العالية هيبقى بياخدوا اكتر. وبيقولوا انه في بندقية اللي هي الهندية دي، البندقية الهندية دي بقت موجودة، وبقى في حبة تعديلات تانية. وكان في مهمة اللي هي بتاعت تجارب أداء الوادي دي، أسموها في الأول أسموها لحتتين. وبيطلبوا من الناس إن هم يشوفوا الأبديت ويبعتوا لهم لو في أي تغيير. ودي طبعا صورة حلوة جدا للعب، فيها الهنود اللبس وفيها بقية الناس.
لابسين طبعا اللبس بتاع الشخصيات اللي موجودة. نبدأ بقى نخش على الفيديو بتاعنا والجديد حمى الذهب. طبعا بنفتح من جوه اللعبة، وموارد ملحمية نادرة، الحاجات الجديدة، شزارات الذهب، وإن بقى فيه أماكن، المكان الجديد، واللي بيتكلموا عن زي الأفلام وإزاي هما قدروا يحسنوا الجرافيك بتاعت اللعبة. بيتكلموا كده حمى الذهب آدم ماكوي، وده التاجر الجديد، و سموجلر ده اللي هو التاجر العادي، وده بقى واحد صاحبه بيقف معاه في نفس المكان اللي بيظهر فيه التاجر، و هيبيع الحاجات مقابل قطع من الذهب، وان هو شايف ان هي مكانها او تمن عادل. بعدين جولدن كارماك ده تاجر شزارات ذهبية، وان هو بيطلب حاجات تانية مقابلها، وكاتبين في الاخر كده: توقع صراعا شرسا من اجل مناجم الذهب، ولا شك انه لن يكون بلا دماء، اندفاع ذهب قادم او حمى الذهب جاية. بنكمل عشان نخش نشوف اللعبة من جوه، ونشوف التغييرات اللي حصلت والابديت الجديد نقدر نشوفه. طبعا احنا ما زودولناش حاجات جوه الـ جوه الـ الـ آه كل الحاجات بتمنها صفر، ولكن اكيد هي مش صفر. هو يا ريت كل حاجة حاجات تمنها صفر يبقى الواحد يشتري كل حاجة ولكن لا، دي اكيد حاجة هينزلوا كده تعديل عليها. في حاجات معمول عليها خصم غير 50%، ولكن تمنها صفر برضه. فدي هتلاقي بس السيستم بتاع الفلوس وبتاع الشراء عندهم حصل فيه مشكلة. نطلع بره ونشوف هنا مكان التاجر اهو، اول تاجر اهو هنشوفه. احنا بنبص على الاماكن على الخريطة كده، مفيش اماكن جديدة هنا، مفيش اماكن جديدة. نتأكد كده، نبص بصة سريعة على الخريطة. العملة داخل اللعبة، العملة داخل اللعبة، ده المكان الجديد. مستوى 75 ده المكان، قيقب ما بين بستان الرماد والكرومايت. هو كان فيه قيقب العادية، كان فيه قيقب طبعا التلجية فوق في المنطقة التلجية، ولكن دي قيقب العادية شالوها وحطوا دي الخريطة الجديدة. طبعا هنروح نزورها وهنشوف المستوى بتاعها عامل ازاي، وهنشوف ايه يمكن نلاقي دهب جوه او حاجة. خلينا نروح المدينة في الأول، نروح نشوف التاجر بتاع الذهب. هنخش بقى جوه المدينة، وهنروح طبعا على المكان اللي هما كانوا باينينه على الخريطة. هنمشي على طول، نخش يمين جنب الصالون جنب التجار. طبعا القطة لحد دلوقتي اللي بتمشي ورانا، اللي احنا مش عارفين هل هيكون ليها هدف بعد كده او حاجة زيادة في القصة، يعني ما نستبعدش ممكن يحطوها. ده التجار هنا، ده التاجر العادي، ده التاجر التجار بتوع الجلد والطوب، وده جولدن كارماك. بنبص عليه ونبص ان هو الكتل الذهبية، طالب سرج او طالب لوح اركس 40، لوح اركس عشان يديني واحدة بس، و40 مكعب بذلت كتير قوي. ولكن الحلو في الموضوع ان هو يعني السرج كده كده احنا كان معانا كمية كبيرة جدا، وكان معانا حاجات كتير. ده بقى الاطران، طبعا احنا خلصنا الجسر وخلصنا الكلام ده، فما بقاش دي دلوقتي مكان. دورن هامر اهي، والشوفان زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن الشوفان، وقلنا ازاي نقدر نشتري منها. ما فيش يمكن حاجة هنا جديدة. مش عارف بقى الدهب، بما ان هما فتحوا الدهب، هل هيكون البنك ليه دور خزن فيه دهب ولا ايه؟ ولسه طبعا الحصنة ما نقدرش نغير شكلها. خلينا كده
نرجع تاني نشوف في حاجة الناحية دي. نعم بتهيألي كده ايه، مفيش حاجة حتى جوه الصالون. ما اعتقدش ان هما مزودين اي حاجة جوه الصالون. دورا دورا و كورابيرل، كورابيرل دي اللي احنا بنشتري منها، عارفين بنشتري منها الخرايط. ده التاجر اهو عادي بنفس الحاجات اللي معاه، ما فيش اي حاجة. مفيش حاجة هنا، يمكن مفيش حاجة زادت جوه الحتة دي. خلوني يبقى هو كده، ده مكان التاجر اهو. جولدن كارماك، هو بيبيع الحاجات بتاعته. خلينا نبص على المستوى بتاع الجرافيك كده، لو عليناه الممتازة وشغلنا 60 في اس، اللي هو الفريم بير سكند، اللي هو الصورة المفروض ما تقطعش او الكلام ده. طبعا هي كده كده ما بتقطعش، وهم طالبين ان هم يشغلوها على على الاجهزة العالية. يمكن لو قفلناهم مش حاسين بفرق جامد الصراحة، او يعني انا ما حسيتش ان الصورة بقت انقى، يعني ممكن تبقى حاجة بسيطة. ولكن خلينا نطلع بره، نروح نلحق التاجر قبل ما يختفي من الخريطة. هنا يمكن برضو الجزء ده ما كانش فيه اي حاجة. خلينا نطلع بره ونروح نشوف كده التاجر، ونشوف الشخصية الجديدة بتاعت التاجر اللي هتظهر مع سماجلر. العملة داخل اللعبة دي احنا عن يعني لو غيرنا بالانجليزي هي فلودد بلاتو، اهي هي دي اللي حطوها. ولكن يمكن انا مش عارف ليه الاسامي بعيدة او كده عن العربي عن الانجليزي، يعني فلود بلاتو ليه بقت العملة داخل اللعبة مش فاهم. خلينا نروح للتاجر. عايز 75، معانا 76، ممكن نروح بالحصان. خلينا ناخد واحدة شوفان ونروح كده. هو رافض، يعني انا مأكل الحصان بس هو مش عايز يوديني بالحصان، مفيش ركوب والعربة مش معايا، فكاتب لي العربة مش معايا، مع ان انا لو روحت اي مكان تاني هيروح، يعني لو رجعت المنزل هيروح. غابة كثيفة شغال برضو، انما التاجر لا، التاجر مش شغالة. دي نقطة هي فيها مشكلة، ان انا لما اجي اروح للتاجر مش هيرضى يروح. خلونا نروح لجبل افلاطون، هو اقرب مكان. طبعا كان ممكن اروح الغابة الجافة ولكن هستهلك اكتر، فلا خلينا نروح جبل افلاطون. وبعد كده ناخد من جبل افلاطون نقدر نجري نروح ل مكان التاجر. اول مشكلة كده ظهرت لنا اهو، ان انا لما جيت اروح للتاجر بالحصان مرضيش يشتغل، غير يعني كنت اروح له جري، اروح له مشي، انما بالحصان مرضيش، رغم ان انا اكلته شوفان مرضيش يروح. نخش طبعا دي الخريطة بتاعت التاجر على طول. ده التاجر اهو، المهرب اللي احنا عارفينه سماجلر العادي بحاجته العادية، لكن احنا مش مهتمين ده، احنا مهتمين بآدم ماكوي. نخش كده على آدم، في مطاط، في معاه 20 وحدة مطاط، وفي الأجزاء الصناعية، وفي أنبوب صناعي، ولكن الحاجات أسعارها تحت، يعني المطاط ب9 الواحد، والأجزاء الصناعية ب30، والأنبوب الصناعي ب20، كتير كتير قطع ذهبية. أنا لسه معيش ولا واحدة، أكيد هيبقى بعد كده هيبقى الموضوع أسهل. أو يعني الأنبوب الصناعي ده يحتوي على سلاح ملحمي أو مخطط درع، احنا محتاجين كده ناخد لنا كام واحدة عشان نبتدي نشوف الأسلحة الجديدة. خلينا نروح ناخد أول قطعة ذهبية، نروح لحد التمريرة التلجية. رحنا حد التمريرة التلجية دي، يمكن انا كنت وريت لكم فيديو قبل كده ان انا بشيل فيها او بخزن فيها حاجات كتير.
يمكن كان في فيديو زي ما احنا شايفين كده، انا معايا سرج ومعايا عجل ومعايا كل حاجة. فانا جاي طبعا اخد السرج عشان خاطر اروح ابدله، زي ما احنا شايفين في عجل وفي يعني انا مخزن حاجات هنا، كمية حاجات رهيبة. كان في فيديو عامله، كان اسمه اشياء مهمة تعرفوها، في وست لاند. هحط لكم اللينك بتاعته في اخر الفيديو ان شاء الله، في اللينكات اللي بتيجي في اخر الفيديو. واحنا هناخد كده معانا حبة حاجات على اساس ان احنا يبقى سهل بعد كده ان احنا نيجي نبدلها لو هو طلبها، لان زي ما شفنا هو المفروض كله تقريبا 4 ساعات. انا معايا يمكن حدوتين في البيت فمش هاخدهم طبعا، مش هسيب ستارجي. فشايفين العلامة طلعت فوقية بتحذرني ان انا هبتدي اتجمد، ويمكن عشان كده انا واخد دايما في الحصان معايا اللي هي الويسكي، المشروب اللي لو شربناه هيدفينا. كده احنا خدنا السرج وهنروح نبدله من المدينة، نروح للتاجر بتاع قطع الذهب. ويمكن كده احنا الفيديو هيبقى طويل قوي لو رحنا العملة داخل اللعبة، فهنخليها دي في فيديو تاني. يعني نخلص الفيديو ده على كده، وبعد كده نبقى نعمل فيديو مخصوص للخريطة الجديدة او الحتة الجديدة اللي هي العملة داخل الذهب، الاول الفلود بلاتو. ولكن خلينا نروح دلوقتي للتاجر جولدن كارماك، نروح نبدل معاه اللي هو عايزه. زي ما احنا شايفين كده فاضل ساعة و24 دقيقة، احنا هنروح هنا ندوس تبادل. فكده اشتريتها منه وزادت قطعة ذهب فوق. لما نيجي نقف عليها في المخزن، اهي فوق مكتوب المخزن، نيجي نقف عليها هيقول لنا كتلة صلبة ما هو أكثر قيمة من الذهب، وفي العملات الفضية العمرة الرئيسية في وست لاند. دول كده معايا، بقى معايا قطعة ذهب ومعايا الفلوس بتاعتي. وكده ابتدينا ناخد أول قطعة ذهب، هنبتدي نجمعهم عشان نروح نشتري من التاجر. خلينا ناكل بس عشان ايه، انا محدش بالي ان الحاجات دي بتقل. وكده هو كمان ساعة و23 دقيقة هنرجع، لان انا الصراحة الاركس والحاجات دي غالية جدا، لا مش هشتريها منه دلوقتي. حتى لو معايا مش هقدر اشتري دلوقتي لان انا بستخدمهم، ممكن نبقى نجيبهم في وقت تاني ونيجي ناخد منه بقية الذهب اللي معايا، او هو كده كان هستنى نشوف العروض الجديدة. وبكده بيكون الفيديو بتاعنا النهاردة اتكلمنا فيه عن الابديت الجديد 1.6.0، واستنونا ان شاء الله في الفيديو الجاي في فيديو جديد وست لاند سرفايفر، واستنونا كمان في الخريطة الجديدة هنعمل لها فيديو لوحده. ومع السلامة.